فقرتنا الأخيرة لليوم مع عالم الفن والإبداع اللي بيجتمعوا مع الموهبة. تفاصيل اجتمعت لترسم ملامح أنثوية بمشاركات أنثوية بامتياز، عزفت كل أنثى بريشتها إيقاع لغتها الخاصة وهواجسها اليومية لتتنوع المواضيع والمشاهد الحسية مع ألوان نبضت بطاقة الأنثى وآمالها وأحلامها. أكيد نور، روح المرأة وأبداعها بقيوا حاضرين بمعرض تجارب أنثوية ليشكلوا موهبة لافتة بالتعامل مع اللوحة بكل تفصيل من تفاصيلها وبجميع حالاتها الإنسانية، لتكون البساطة هي القاسم المشترك لتقديم اللوحات يلي بقيت بمثابة رسالة أنثوية لكل أنثى ولتجسد الصلة اللي بتربط المرأة من فن وأبداع وما تكتنزه من مواهب فنية كجزء لا يتجزأ من طبيعتها. لنحكي أكثر عن معرض تجارب أنثوية بيسعدنا نرحب بصباحنا غير لليوم بالفنانة الموهوبة التشكيلية آلاء البيش. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح الخير يا هلا. يسعد صباحك. صباحك يا رب. بالبداية خلينا نحكي عن معرضكم تجارب أنثوية، ليش الأنثى؟ ليش الأنثى؟ هلا المعرض طلعت فكرته انه يكون تجارب أنثوية، انه الكادر كلياته يكون من الإناث، من التنظيم للإخراج للإعداد للمشاركة، حصرا المشاركة بالناتية فقط كانت. حلاوة المعرض كان انه هو اكثر من نوع فن، كان في خط عربي، في حفر، في رسم زياتي، في رسم مائي، في رسم على الاحجار، في تصوير ضوئي. هلا اللي طلع بالفكره هي الانسه زكاء كحال، مشكوره انه هي اللي دعتنا لهذا المعرض وجمعتنا فيه. طيب خلينا نحكي يمكن كمان عن اللوحات يلي شاركتي فيها. طبعا. حضرتك موهوبه بالرسم بالرغم من انه انت بتدرسي شيء ثاني، تحكي لنا عن اللوحات يلي شاركتي فيها. هلا انا شاركت بنمطين من الاعمال، شاركت بفوسيفوساء وشاركت برسم النوع الفن اسمه ماندالا او زنتانجل، كمان انه هو بيعتمد على الدائره والزخرفه المكرره والمتناظره تحديدا، بتتوسع وقت بتكون من المركز وبتطلع فيها للإطار الخارجي، وفي ممكن تعطي إطار خارجي، تعطي الهيكل العام، بعدين تفوتي بتغوصي بالتفاصيل أنت. هو كان بيعتمد على الزخرفة بشكل أساسي. عم نشوف بعض من لوحاتك، لما نقول أنك دارسة محاماة وفي فن في زغرفات، يعني لازم تكوني دارسه يمكن هندسه. كيف جمعتيهم؟ كيف جمعتيهم سوا؟ هلا هو الفن هو شيء هيك احساس بتحسي انه ما فيك تقولي انه انا بدرسه، بس شيء بتحسي بيطلع معك بعيدا عن جو المهنه تبعي انه هي محاماه، فانه بتحسي بحاجه شيء لتفرغي فيه انت طاقاتك، الضغط تبع الشغل الصباحي، فهو المساء هو بيكون متنفس لإلك بسردات الرسم والاعداد. يعني باعتبار كان يمكن المعرض هو كلياته فيه روح الانثى بشكل عام. طبعا. اكيد هذا الشيء عكستوه من خلال كمان الالوان، من خلال الرسومات يلي اخترتوها، نحكي شوي عن هذا الهدف، خلينا نقول الرساله اللي وجهتوها من خلال هاي الاعمال. هلا كل لوحه هي حاله نفسيه معينه، يعني انت وقت بتكوني مثلا بحاله الوجع بيطلع الاحساس اللون شكل تماما. بحاله السعاده الاحساس مختلف، بحاله الاسترخاء بيكون مختلف اكثر تماما. كانوا كلياتهم حالات، يعني ما فيك تحددي انه بس هي الحالات نوعا ما فينا نربطها بالظروف اللي عم نعيشها، ممكن بالضغط، ممكن من الحرب الى علاقه بتاثر بنفسي، انه ممكن تطشه الالم تكون قاسيه فبتحسي في انه مثل تعصيب، انه هون انت مزعوجه مانك مرتاحه، ممكن بتكوني رواء فبتطلع الخط انسيابي، فهي الاشياء بتظهر باللوحه. طيب خلينا نحكي بعد هيدا المعرض اللي كان خاص بالانثى السوريه، شو في شيء جديد ممكن تحضروا له؟ هلا ممكن نحضر في فكره جديده كمان مطروحه، انه نعمل معرض ثاني تجارب انثويه ثانيه مواضيع مختلفه. هلا سائبه معرض تجارب انثويه انه خلال فتره 16 يوم مناهضه العنف ضد المراه، فاجت صدفه كثير لطيفه انه جمعنا اثنين سوا، فالتحضيرات الجايه ممكن تكون بهذا الاتجاه كمان. طيب علاء خلينا نحكي شوي، اليوم مثل ما قلتي الفن بيقدر يعكس حتى بطريقه واسلوب الرسم، تقدري تعكسي المشاعر الداخليه، الانثى عندها قدره كثير كبيره بجمع هذا الشيء وتوليفته بشكل فني، كيف شفتوا صدى المعرض يمكن حتى بالذات على ايضا النساء اللي يمكن اجوا وزاروا، هل انتقلت، حسيتوا انتقلت هي الرساله، انتقلت هالروح؟ صراحة الافتتاح كان كثير جميل وفي اصداء كانت كثير لطيفة،
وانه كونه المشاركات كانت كلها من الاناث فانه كان يعني شيء جميل. يعني هو الانثى حضورها بكفي انه يكون لطيف، فانه ممكن كل شيء بتعمله، فهي خلاقه انه تستشعر الجمال، تستشعر الاحساس، فهي الاشياء كلها كانت لطيفه. يمكن كمان المرأة السورية أثبتت على مدار الأزمة أنه هي قادرة أن تفعل أي شيء من خلال مكانها. خلينا نحكي عن مشاريعك الأخرى آلاء، شاركتي قبل هيدا المعرض شاركت بمعارض هواة، فمعرض كان بمركز ثقافي أبو رمانة، كان تخرج اللوحة دورة الفسيفساء اللي عملناها، معارض مع جمعية نحن، مع وزارة الثقافة معرض الربيع، وشاركت مع مركز بي ان اي ارت للفنون. رح يضل هذا الفن هو موهبة ولا رح تحاولي يمكن إلى جانب دراستك أنه تدخلي أو تتخصصي بمجال الأكاديمي للفنون أيضا؟ لا، الموهبة أنه إذا بتخليها مسار حياتك فهي انه هي مجال للرياحه تبعك، فاذا تخصصتي فيه ممكن تصير عبء عليكي، فبتخلي الامور طبيعيه وتمشي برياحتها. طيب في مشروع حابه تعمليه اليك خاص؟ يعني عم نحكي نحن يمكن عن معارض جماعيه، بتطمحي بمعرض خاص فيكي؟ معرض مستقل. مستقل طبعا. فينا نقول فهي الفكره موجوده، بس حاليا لساتها كونه بدايات الموضوع، فانه لسه بده وقت وبده تحضير كثير وبده دعم كمان. يعني كمان يمكن خاصيه انه الفنان يشترك، وخصوصا لما بيكون عنده يشترك بمعرض بشوف تجارب اخرى، يمكن هذا الشيء مثل ما بيقولوا الموسيقى بتعدي، بتخلي الواحد يرتاح نفسيا، كمان اللون بيعدي بيخلي الواحد يرتاح. شو اكثر شيء بتحبي تختصي فيه بمجال الفن التشكيلي؟ هلا انا بحب الفحم، لسه ما اشتغل تكنيك فحم، بس هذا المجال كثير بحبه انا، بحسه بيعطي مساحة قوية لتبرزي اللون فيه، تبرزي التضاد تبع الأبيض والأسود. ممكن بمجال الزخارف كمل فيه كمان، بس لنوع أنواع الزخارف تبع، يعني ابتعد عن النمط الهندي مثلا وفوت بأنماط زخارف مختلفة ثانية. بس يمكن بده مجهود، يمكن هذا النوع من الفن أو بده تكنيك خاص. مجهود ووقت وتركيز، لانه بدك تعدي، فبتعدي اعداد منيحه يعني 6 ساعات، فانه مشان يطلع معك هذا العمل. تمام. اكيد. بتتذكري اول مره حسيتي انه انت بحاجه لهي الموهبه، او حسيتي انه انت بحاجه لتمسكي ورقه وقلم وترسمي؟ حسيت حالي انه بدك تمسكي القلم، فانه بتاخذي ورقه وقلم، انه انت وقاعده ممكن تمسكي تعطي سكتش، تعطي شخبوره، فانه اي شيء. فانه وكيف يعني مين اللي بالبدايه يمكن خلينا نقول شاف انه هي الموهبه بتستحق انه هي تنعرض؟ لا، هي مو قبل ما تكون موهبه، فانه والدي بيشتغل بمجال الرسم والخط، بعدين انه اهتم بهذا المجال، انه دورات الرسم والاشياء، بعدين انت بصير في وعي ونضج، فانت بتشوفي بتصيري تكنيك مختلف، بتشوفي معارض بتحضري، بتطوري ادواتك وبتطوري اساليبك. بدنا نشكرك الفنانه آلاء البيش على وجودك معنا، نتمنى لك التوفيق بجميع انجازاتك او مشاريعك القادمه بالمستقبل. شكرا كثير لك. الله يسلمك، شكرا كثير لك. شكرا لك آلاء. شكرا كثير. شكرا لوجودك معنا. أما هلا مشاهدينا، رحلتنا الصباحية وصلت للختام، حاولنا خلال ساعة وربع نرصد عدد من المشاريع والنشاطات والفعاليات التي تقام بسوريا باستمرار رغم كل ظروف الحرب عليها، لكن دائما تحيتنا بالبداية والختام والأمل بنستمده من رجال الحق، رجال عهد الله فصدقوا، رجال الجيش العربي يولد من جديد كل يوم. إلى اللقاء. أكيد نور، دائما ختامنا بيبقى بيحمل الأمل بوجودهم وصمودهم أبطالنا بالجيش العربي السوري، ولكل يلي عنده فكرة أو موضوع وحابب يشاركنا فيها ممكن يراسلنا على صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير، لكل يلي ما قدر يحضر الحلقة ممكن يشوفها الساعة 1 بالليل بالإعادة. تمنياتنا لكم أنه تبقوا بألف خير، وباي باي.